الصلاة على رأس أنواع الذكر، ولكن من الملاحظ أن كثيرا من المصلين يأتون بحركات أثناء الصلاة كثيرة، فما هو حد الحركة التي تبطل الصلاة؟ يجب على المؤمن السكون في الصلاة، الرسول قال اسكنوا في الصلاة، والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون. فالواجب على المصلي السكون في الصلاة والخشوع فيها وعدم الحركة الكثيرة التي تبطلها وتجعله كأنه لا يصلي، فالشيء القليل يعفى عنه. أما إذا كثرت الحركات وتوالت فإنها تبطل الصلاة عند أهل العلم جميعا، فالواجب الحذر. وإذا رأى الإنسان من أخيه حركة زائدة نصحه ووجه يا أخي، ولو بالإشارة وبالصلاة، وبعد الصلاة ينصحه بالكلام، وبحال الصلاة بالإشارة حتى ينتبه لنفسه وحتى يدع هذه الأشياء التي اعتادها. أما الحركة القليلة والمتفرقة فيعفى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحال من سيده إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، وفتح الباب لعائشة، وتقدم في صلاة الكسوف، وتقدمت الصفوف، وحتى تناول عقودا لما عرض له الجنة فلم يقدر له أنه يأخذه، ولما عرض عليه النار تأخر وتأخرت الصفوف. فالشيء القليل الذي يعني الإنسان يعفى عنه، لكن كثيرة إذا توالت تبطل الصلاة. وليس لا حد حدها بعضهم بثلاث حركات، ولكن هذا لا حصل، إنما حدها كثرة، إذا كثرت عرفا وتوالت أبطلت، وإذا تفرقت لا تبطل. نعم. الحركة في أركان الصلاة كلها في الركوع ولا في السجود ولا في القيام، ما لها حد.